كما أشار معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة إلى تلقيه اتصال هاتفي من وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، حيث تقدم الوزير بخالص التحيات لقيادة وحكومة مملكة البحرين. كما أعرب الوزير البريطاني عن الشكر الجزيل لحكومة مملكة البحرين لدورها الرائد في مساعدة الحكومة البريطانية لإتمام إجراءات إجلاء رعاياها من مناطق وسط آسيا وخاصة من جمهورية الهند. الاتصال أولا كان يعبر عن شكر حكومة بريطانيا لحكومة مملكة البحرين على الجهد اللي قامت فيه في إجلاء رعايا بريطانيا. فالجميع ليس فقط احنا كبحرينيين، انما اللي اسمع يعني في جميع الأوساط الدبلوماسية والسياسية في الخارج، الجميع يشيد بفريق مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب سمو ولي العهد، ليه متابعة ودائما نشوف خطواتنا قبل خطوة خطوة أو خطوتين قبل الجميع. بالضبط. فدائما نكون احنا سباقين في كثير من الأمور، وهذا يعني ما أعتقد يعني غريبة على حكومة مملكة البحرين اللي هي يعني دائما يدها للخير وسباقة في هذا.